اهلا بيكم، معاكم مادون عماد من برنامج دراما كوين. مع قرب نهاية المسلسلات الرمضانية ولو رجعنا بالذاكرة لورا شوية هنلاقي اننا ضيعنا وقت كتير في مشاهدة اغلبية المسلسلات عشان بس نعرف الاجابة على سؤال مين الخاين او الحرامي او الحبيب. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه فمثلا في مسلسل فارس بلا جواز كنا بنتفرج على المسلسل علشان نعرف مين العروسه اللي يختارها الفنان مصطفى قمر عشان يحافظ على الميراث بتاعه، وفي مسلسل نجيب زاهي زركش كنا بندور مع الفنان يحيى الفخراني على مين هو ابنه في المسلسل. اما مسلسل وكل ما نفترق فكنا بندور مع الفنانه ريهام حجاج على مين اللي خطف بنتها، وفي مسلسل لحم غزال كنا بندور مع الفنانه غادة عبد الرازق عن مين وراء اختفاء ابنها، وفي مسلسل بنت السلطان كنا بندور مع الفنانه روجينا عن مين السيده اللي سابت لها فلوس في محطه القطر وسببت لها مشاكل طول الحلقات. اما مسلسل قصر النيل فكنا بندور خلال الحلقات عن مين قتل الفنان صبري فواز، والفنانه سهر الصايغ في مسلسل الطاووس كانت بتحاول تثبت مين هم المغتصبين، وفي مسلسل حرب اهليه احنا اللي كنا بندور مين الظالم ومين المظلوم ما بين يسرى واروى جوده واياد نصار، لكن في مسلسل النمر كنا عايزين نعرف مين هو شخصية النمر وايه القصة اللي وراه، وفي مسلسل لعبة نيوتن كنا عايزين نعرف مين صادق مع الفنانة منى زكي وبيحبها، الفنان محمد ممدوح ولا الفنان محمد فراج. اما مسلسل نسل الاغراب فكنا عايزين نعرف مين هينتصر في الاخر، امير كرارة ولا احمد السقا، وجليلة اللي هي مي عمر بتختار مين فيهم. كمان اثبتت لنا اكتر من فنانه في رمضان السنه دي ان هي ما تقدرش تستغنى عن المكياج في اعمالها الفنيه رغم ان هي بتتعارض مع شخصيتها في المسلسل. روز فشفنا الفنانه مي عمر في نسل الاغراب بمكياج كامل ورموش صناعيه وكمان بشعر مصفف، اما الفنانه نسرين طافش فشفناها في مسلسل المداح بمكياج كامل ورموش صناعيه رغم انها عندها انهيار وراحت المستشفى، اما الفنانه عبير صبري فصبغه خصله بيضه في شعرها رغم ان شعرها كله اسود عشان تثبت لنا ان هي كبرت في السن، كمان ما قدرتش تستغنى عن مكياجها خلال حلقات المسلسل. وفي نفس المسلسل وهو موسى شفنا الفنانه هبه مجدي برسم للعين ومكياج كامل على عكس الفنانه طار عماد اللي كان مكياجها منطقي في مسلسل موسى. كمان شفنا في الحلقات الاولى من مسلسل لحم غزال الفنانه مي سليم وغاده عبد الرازق بمكياج كامل وبيبيعوا الكوارع في السوق. في المقابل ادهشتنا اكتر من فنانه في رمضان السنه دي بتخليها عن المكياج زي منى زكي ونيلي كريم وياسمين عبد العزيز لما اتسجنت وعائشه بن علي وكمان سهر الصايغ في مسلسل الطاووس. ويلا بينا نروح لفقرة لا على البال ولا على الخاطر. وفي الفقرة دي هقول لكم الفنانين اللي ما تخيلناش ظهورهم ونجاحهم في رمضان السنة دي زي سنتيا خليفة اللي متجوزة من طليق الفنانة يسرى في مسلسل حرب أهلية، وكمان هي الصديقة اللي خاينة لصديقتها الفنانة نيلي كريم في مسلسل ضد الكسر. هي ممثلة لبنانية اشتغلت كمذيعة في قناة لبنانية في عام 2009، مثلت لأول مرة في عام 2010 وانطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل روبي بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان أمير كرارة وده كان في عام 2012، والسنة دي أول سنة ليها تنضم فيها للمسلسلات المصرية. وتاني فنانة معانا هي جلا هشام، هي مواليد 1993 وبدأت تجربتها الأولى في التمثيل في مسلسل أبو البنات بطولة الفنان مصطفى شعبان، والسنة دي بتقدم 3 أدوار في رمضان، فهي حبيبة الفنان محمد يسري في مسلسل نجيب زاهي زركش، والفتاة الفرنسية اللي بتقابل محمد رمضان في مسلسل موسى، وفي مسلسل خلي بالك من زيزي بتقدم دور أساسي فهي حبيبة علي قاسم طليق الفنانة أمينة خليل. والفنان الثالث معانا النهارده هو اسامه الهادي وهو الشنبا اللي مسؤول عن منحل الفنانه منى زكي ومحمد ممدوح في مسلسل لعبه نيوتن. شنبا في الحقيقه هو مغني وممثل اشتهر باغنيه عشان لازم نكون مع بعض، وبعد عده ورش شارك في اول عمل درامي ليه وهو الاب الروحي. علشان لازم نكون مع بعض
عشان شايلة أنا نفس الأرض. أما الفنانة هدى الإتربي فهي أخت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل اللي ملقوش كبير، فهي درست الحقوق في جامعة القاهرة والتمثيل من خلال ورش. ظهورها الأول في السينما كان من خلال فيلم علي بابا في عام 2018، وبعدها شاركت في مسلسل كلبش الأمير كرارة وخيانة عهد للفنانة يسرى. كمان انضمت لمجموعة عمل فيلم نادي الرجال السري بطولة الفنان كريم عبد العزيز. أما الفنان علي قاسم فبيقدم السنة دي دورين، فهو ضابط الشرطة في لعبة نيوتن، وكمان هو طليق الفنانة أمينة خليل في مسلسل خلي بالك من زيزي. هو مواليد محافظة القاهرة وتخرج من كلية الهندسة، بدأ العمل في الفن في عام 2010 وشارك بدور الدكتور النفسي في مسلسل فوق مستوى الشبهات في عام 2017. كمان انضم لمسلسل لا تطفئ الشمس في عام 2018، والسنة اللي فاتت لمسلسل لعبة النسيان بطولة الفنانة دينا الشربيني. مروة أنور هي ممثلة شابة شاركت في مسلسل عوالم خفية في عام 2018 بطولة الفنان عادل إمام. ومثلت مع الفنان ياسر جلال في مسلسل لمسة أكتاف عام 2019، والسنة دي بتشارك معاه تاني في مسلسل ظل راجل في شخصية نادين صديقة بنته رنا رئيس. والفنانة مايان السيد هي مواليد 1997 وبتدرس الفن والسينما. بدأت التمثيل في عام 2016 وكان ليها دور محوري في مسلسل كأنه مبارح بطولة الفنانة رانيا يوسف. كمان كانت واحدة من بطلات فيلم بنات ثانوي اللي عرض السنة اللي فاتت. والسنة دي بتقدم 3 أدوار في المسلسلات الرمضانية، فهي بنت الست اللي شغالة عند يسرى في مسلسل حرب أهلية. كمان هي أخت الفنانة منى زكي في لعبة نيوتن، وأخت الفنان أحمد عز في هجمة مرتدة. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، استنوني حلقات الجاية عشان نكمل كلامنا عن المسلسلات الرمضانية.